مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الأكاديمية ديالنا الجديدة إن شاء الله، اللي غادي تكون عبارة عن أكاديمية ديال 4 أشهر بإذن الله. غادي نحاولوا إن شاء الله نشرحوا لكم كيفاش غادي تكون هذه الأكاديمية، واش غادي يكون فيها إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء هذه الأكاديمية غادي تكون عبارة عن أكاديمية ديال 4 أشهر إن شاء الله الرحمن الرحيم، اللي غادي تكون من ديال لاباتيسري من الألف إلى الياء بإذن الله. هذه الدورة غادي تكون دورة مهمة جدا جدا جدا، الناس اللي بغاو لاباتيسري، لأن الناس كيبغيو يعني اقترحنا عليهم عدة مقترحات واختاروا لاباتيسري بكثرة إن شاء الله. وهذه الدورة غادي تكون إكسبسيونيل، لأنه غادي تكون إن شاء الله غادي نقدموا فيها لي باز، غادي نبنيو هاد الدورة غادي نبنوها على 4 أشهر يعني الأوهية أولى، وغادي يكون هنالك عدة شهور أخرى بعد، ماشي متابعين إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا إخواني أخواتي أشنا هي هاد الأكاديمية. الأكاديمية هي عبارة عن لاباتيسري من الألف إلى الياء. ما هي لاباتيسري من الألف إلى الياء؟ هي أنك تعلم لاباتيسري لي باز ديالها، وتعلم يعني جميع لي طاب ديال الحلويات وديال لي زونترومي لي طاط لا فينوازغي، هذه يعني بزاف ديال الاشياء خلال هذه الدوره اللي غادي تكون ان شاء الله دوره مفتوحه باذن الله، واللي غادي نوصلوا فيها لدرجه كبيره من التعليم، واللي غادي ان شاء الله اللي يدخل ليها غادي يستافد منها وغادي ينجح فيها. لان الدوره باش الانسان ينجح وباش الانسان يحصل على فرصه عمل وباش الانسان خصو يتعلم، ماشي بالفم كنقراو، ماشي خصنا نعرفوا نطبقوا نعرفوا نديروا هاد. والناس راه دوزوا عندنا اكاديميات اولى ثانيه ثالثه رابعه خامسه، وفعلا كاين واحد العدد من الناس الله وصلوا لدرجه المستوى عالي، وكاينين الناس داروا قنوات ديالهم في اليوتيوب، وكاينين الناس خدموا بهاد التعليم اللي تعلموا عندنا. حنا كنعطيكم شهاده في الاخير، وهي شهاده انك دوزتي واحد الفتره عند شاف معروف استاذ، ماشي شاف، راه اكثر من شاف، لان استاذ في لاباتيسري ماشي شاف، معلم يعني استاذ مستوى عالي. في الارض الواقع تخرجوا عندنا عدد كبير ديال الناس، وفي الانترنت تخرجوا عندنا اكبر عدد كبير ديال الناس اللي هما نجحوا فعلا في التعليم ديالهم. هنا ما كيطلب منك تعليم تمشي للبلاصه ديال التعليم، او كيطلب منك انك في دارك تكون عندك البتيت كويزين، يكون عندك يعني الهاتف ديالك او التابلت ديالك او الكمبيوتر ديالك باش تشوف الدرس وتطبقه وتتبع معنا الدروس وتتبع معنا. وفي لافان ديك شك شهر كنطلب منك واحد التطبيق، طبق لي واحد التطبيق من داك الشيء اللي صوبنا، من داك الشيء اللي تعلمتي ليه، من داك الشيء اللي شتي وداك الشيء اللي قريتي، وغادي نشوفه في ارض يعني نشوفوا داك التطبيق ديالك، وغادي نعطيك الملاحظه ديالي على داك التطبيق ديالك. واللي بغى يجتهد راه غادي يوصل بطبيعه الحال. انا كنقولها دائما، من اجتهد وصل، واللي ما اجتهدش راه ما يوصل حتى شي بلاصه، واخا يقرا في مدارس في ارض الواقع ويقرا فوق طبلات ويطبق ويدير سميتو، اغلبيه كيمشي وكل العده البلايص كيطبقوا كيديروا سميتو، مالوروزمون ما كينجحوش في سميتو ديالهم. اخواني اخواتي كما قلنا 4 شهور الثمن ديالها هو 400 درهم، يعني ما كيطيحش درس واحد حتى ب 1000 فرانك، وهنا درنا ثمن مناسب جدا جدا عن كل ما كاين في الانترنت او كل ما كاين في الواقع. كنحصلوا على دراسه جيده وكنوصلوا لواحد المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. التسجيل راه مفتوح، وبدايه الدروس غادي تكون في بدايه الشهر القادم باذن الله. ونتمنى للناس اللي فعلا بغاو يستافدوا يتقدموا للتسجيل باذن الله الرحمن الرحيم. ونتمنى من الناس اللي تسجلوا معنا في الاكاديميات الخمس الماضيين يدخلوا بحال هذا الفيديو، تحت هذا الفيديو علقوا بالتعليقات ديالهم اشنو تعلموا في هذوك الدورات، واش تعلموا ولا ما تعلموش، باش حتى الناس اللي مساكن حايرين ما عارفينش باش يعرفوا ان فعلا غادي يتعلم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير باذن الله، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. وراه ما تندموش، انا كنقولها وكنصرح بها، والله على شهيد على ما نقول، ان الانسان اللي دخل هذه الاكاديميه راه ما يندمش باذن الله. والسلام.